يا بين شلونكم؟ بالبداية راح نسوي عجينة من 15 دقيقة، راح نبلش بكوبين ونص طحين، خليهم بكاسة جبارة، وفوقها راح نخلي خاشوقتين مات شاي خميرة، راح نخلي فوقها طن ملح، وقياس الطن مالتنا اليوم عبارة عن خاشوقة أكل، ونخلي فوقها خاشوقة أكل شكر، نعطيهم خبطة كلش سريعة حتى كل هالمكونات مالتنا تنخبط خبط زين. فوق الطحين راح نخلي تانكي مي دافي واللي هو عبارة عن كوب مال أكل، هو وينك كوب مال أكل غير كوب مال شرب غير سمح الشاف، وراح نجيب لنا هالسكينة مال أكل نبقى نخلط بيها إلى أن تنعجن عندنا وصار عندنا عجينة شوية متماسكة، وإذا احتاجينا بعد مي راح نخلي شوية ماكو أي مشكلة. ناخذ العجينة مالتنا خليها على الميز نعجنها كلش زين، من تبدي تلزق عندكم توقفوا هيك الفصيح. حتى تصير عندكم عجينة مرتبة لازم نخمرها مرتين. هسه راح نسوي التخميرة الأولى، راح نخلي فوقها قطعة نايلون ونخليها تتخمر 5 دقائق. العجينة نخمرها مرتين حتى أول شيء الطحين مالتنا ياخذ وقته ويشرب المي مالتنا، ثاني شيء الفقاعات اللي صير داخل العجينة تكون متساوية متوازنة وتطلع عندنا عجينة تخبل وهشة. رشة صغيرة طحين ونعجنها عجنة سريعة، نكورها كل زين، صارت بهذا الشكل، الوجه مالتها كلش ناعم، نشيلها نخليها بكاسة، رش فوقها رشة طحين، ورقة نايلون ونخليها تتخمر 10 دقائق. هسه راح نجيب السبونسر مال هاي الحلقة واللي هي شركة موستيلا، ويقول لك هاي الشركة الفرنسية الأولى عالميا لعناية البشرة الأطفال. منتجات هاي الشركة 99% مواد طبيعية نقدر نستخدمها مع الأطفال من عمر 1 يوم، وعندهم هالمجموعة من المنتجات. بما انه السبونسر مالتنا له علاقة بالأطفال فراح تجي دلالة تساعدنا بهاي الوصفة. دلالة تحبين السبيناغ؟ لا ما احبه. زين الشجر؟ لا. فلفل؟ لا. زين البروكلي؟ هم لا. يلا لا عاد روحي من هنا لان انا عندي شغل. باي. هسه انا مهمتي اخلي كل هالخضروات بوصفة واحدة واخلي دلالة تاكلها بدون ما تحس بيهم. بالبداية راح نجيب لنا قطية من طماطم معلبة، نفتحها ونخلي كم طماطاية بالبلندر، بسطايا نقصها بالنص ونخليها همينة بالبلندر، شوية شجر هم نشيلها ونخليه بالبلندر، ناخذ شوية من البروكلي ونخليها همينة بالبلندر، شوية فلفل بارد همينة بالبلندر، وأكيد راح ناخذ لنا طن سبانخ ونشيلها نخليها همينة بالبلندر. على البلندر مالتي صغيرة، يلا انتو استعملوا واحدة أكبر حتى تدخلون بيها كمية خضرة أكثر. هسه راح نسد الغطاء ونضربها ضربة قوية بالبلندر. اوبس نسينا الثوم، هذا همينة اصلا ما راح يحبوه الاطفال، بس بيه طن فوائد، راح ناخذه ونخليه همينة بالبلندر ويا طن ملح وطن فلفل اسود. هسه راح نخلي فوقها خاشوقتين كبار معجون، والمعجون مو كلش طبيعي مثل منتجات السبونسر مالتنا مال هاي الحلقة، بس راح نخليها ما حد شاف وان شاء الله هم همين ما يشوفون. على مود النكهة الايطالية راح نخلي شوية اوريجانو، نرجع نضربها بالبلندر كلش زين. ما عليكم باللون هذا راح يتغير اثناء الطبخ ويصير لونه يخبل. هسه راح نذوقها، ملح فلفل مالته ممتاز. جدر نخليه على النار، نخلي بيه صوص مالتنا ونغطيه ونخليه يغلي الى ان يستوي. باعوا شلون صار؟ لونه يخبل وقوامه كلش تخين ومليان فوائد وخضروات. وهمنا طعمه يخبل. نرجع للعجينه مالتنا، باعوا شلونها؟ تخبل، عبالك كيكه نقدر ناكلها قبل ما تنشوي. نخلي طن طحين على الميز ونفتحها بالشوبك الى صار عندنا طبقة خفيفة وكأنما ثخن درهم. هسه راح نجيب لنا قطعة دائرية او جلاس او كاسة، راح نقطع بيها دوائر بهذا الشكل، راح نشيل البقايا الزايدة، واكيد ذبوها شيلوها كوروها خلوها ترتاح زين بعدين فتحوها. هسه راح نجيب الصوص مالتنا ونخليه فوق القطع مال العجين ونوزع الصوص بالتساوي. راح ارجع اخلي قاط ثاني صوص لان بيه كمية زينة من الخضروات فراح اكثر من عنده لان راح يفيدهم هذا الصوص. هسه نشيلهم ونخليهم على صينية مال الخبز عليها ورق مال زبدة، وراح نسوي نفس الشيء همينة بالأطراف مال العجينة اللي ريحناها قبل شوية. بالمرحلة هذه راح تجي دلال وتساعدني، راح نوزع جبنة على كل البيتزات، وهسه راح نبدي نسوي وجوه على الوجه مال البيتزا. راح نستعمل البيبروني، شوية زيتون، شوية ملاعي، بصير عندنا هذا الوجه الأول. بعدها راح نسوي وجه على الشكل الثاني بهذا الشكل، بعدها الوجه الثالث، وراح نستمر إلى أن نسويهم كلياتهم. وهاي البيتزا مالتنا أم الوجوه صارت جاهزة، باعوا شلون شكلها يخبل. قبل ما ندخلهم للفرن راح نشيل هاي الأوراق لأن يعني بعدين تذبل وتحترق عندنا بالفرن، وندخلهم فرن حار 180 فوق وجوا، ولا طلعوا من الفرن باعوا شكلهم شلون كلش شهي وحلو وكيوت. هسه راح نشيلهم ونخليهم على صحن التقديم، طبعا دلال جدا متحمسة حتى تجربهم. بسم الله وأخيرا صار وقت نجربهم. دلال راح تاخذ لها وحدة، اختارت هذه. هسه أنا دوري راح آخذ لي وحدة وراح نجربهم. طيبة. حتى الكبار هاي همينة تفيد. زين دلال انت حبيتيها لو لا؟ كلش حبيتها. تخبل. شكرا لكم المتابعة، واكيد همينة شكرا للماستيلا اللي هو السبونسر مال هاي الحلقة. شكرا للجميع في مال لا. ها نسيت اقول لكم دلال اختي. باي.